فقد أيمن الزيتاوي أبو عمار بصره بعينه اليمنى عند محاولة إسعاف أحد الجرحى من مصابي القصف من قوات النظام، حيث يعمل أبو عمار في أحد مراكز الدفاع المدني بدرعا. أبو عمار رجل في 47 من عمره، كان موظفا في إحدى مؤسسات النظام، وحينما اندلعت الثورة في درعا انشق عن النظام وانضم لركب الثورة ليعمل فيما بعد في سرية الإخلاء، حيث تعرض خلال عمله لإصابة بليغة بعينه اليمنى أدت لفقدانه بصره. وليس البصر فقط ما فقده أبو عمار، حيث فقد أيضا العديد من أهله وإخوانه نتيجة القصف الذي تعرضت له بلدته من قبل قوات النظام. قبل الثورة كنت أعمل بأحد المؤسسات النظام، وعندما بدأت الثورة وازداد القتل والظلم قررت الانشقاق عن النظام. في أحد المرات وعندما كنت أحاول إسعاف أحد الجرحى نتيجة القصف، تعرضت للقصف وفقدت النظر بعيني اليمنى، وقمت بانضمام إلى أحد صفوف الدفاع المدني، وأنا الآن أعمل منقذ بالدفاع المدني وما زلت. هذا الأمر الذي ما زاده إلا إصراراً على الاستمرار في خدمة الثورة السورية، وهو الآن ما زال يعمل في صفوف أصحاب القبعات البيضاء.